رح نرجع من تقرير اللاذقية للروح بالخط العربي الجميل وهي القيمة التراثية التاريخية. واليوم حنضوي على معرض حروف من نور، وأكيد ضيفنا لليوم هو الأستاذ أحمد السوار وحضرته خطاط وعضو اتحاد الفنانين التشكيليين. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح مشاهدينا. صباح الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك. صباح. يعني بالبداية بدنا نقول لك مبروك افتتاح المعرض يلي هلا هو بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة، لكل حدا أكيد حابب يروح يحضر ويتفرج. بس قبل أستاذ بدنا نعرف إمتى بلش هذا المعرض ولأيمتى مستمر؟ مبارح الافتتاح كان الساعة 5 بحضور يعني رائع ومميز وشخصيات كثير مهمة. تفضلت علينا السيدة نعيمة سليمان مدير الثقافة بافتتاح المعرض، وإجا شخصيات يعني كثير مهتمة ومستمر لغاية يوم الخميس مساء. ممكن الزيارة لحق نروح نحضر يعني والله الشرف من الساعة 9 صباحا للوحدة تقريبا، وفي من الخمسة للحوالي 7-8 مساء كمان. ان شاء الله الف مبروك استاذ احمد، نتمنى لك التوفيق دائما. اليوم حضرتك عم تحمل رساله جدا مهمه وتوثيقيه لكل الاجيال، ولكن حروف من نور ما فينا ما نوقف عند هذا العنوان. يعني نحكي عن فكره العنوان واختيارك له. سبق أنا عملت معارض متعددة وبحمد الله يعني عم يصير تطور معرض عن معرض، يعني عم يصير في تقدم ونجاح. المواضيع الماضية كانت تتضمن أشعار، تتضمن عبارة، بحبيت هلأ يعني أخلق تجديد. عملت تجديد لللوحات بآيات قرآنية بأحاديث بهيك شغلات، اخترت لها يعني عنوان حروف من نور باعتبار طاغي عليها الناحية الدينية والإيمانية. وفعلا يعني امبارح كان يعني في اعجاب كبير ولافت للنظر، يعني اعمال حلوه وكذا، يعني من زوار المعرض قالوا لي في تنوع وفي تعدد ان كان بالمضمون وان كان بالالوان، يعني شيء حلو. وهذا كله يعني بيجي نتيجه دعم لإلك يعني اليوم هذا الاعجاب وهذا دعم لإلي. انا دعم لإلي والفضل يعني الكبير للي عم يهيئونا هالشيء هذا من وزاره الثقافه، من السيده الوزيره ومن المديريه، يعني بتضافر الجهود كلها لإحنا يعني عم يخلوا الطاقات اللي عند الفنانين تطلع اكتشافات جديدة. أكيد أكيد أستاذ، أكيد كلهم منوجه لهم تحية، لكل حدا دعم هذا المعرض ومباركة جهودكم. أكيد أستاذ أحمد، يعني شفنا من خلال المعرض من شوي كان في كتابات زخرفية، ممكن القارئ الطبيعي يصعب عليه تفسير هي الزخرفات أو قراءتها، وكمان شفنا كتابات حروفية، خلينا نحكي أكثر هيك بشكل موسع. فن الخط كلوحة بالمعارض يشارك الواحد فيها، يعني فيها ثلاث عناصر لازم يكونوا مكتملين. أول شيء الخط، خط يكون خطاط متمرس وقوي، ما يكون خطه ضعيف. ثاني شيء إذا دخلت الألوان يكون كمان فنان تشكيلي زواق، يعني خلق شيء تجديد. ثالث شيء الإطار، نوع الورق، الأقلام. يعني اللوحة كل ما توفرت فيها الشروط كل ما كان نجاحها أكبر. إذا مثل البناء، مثل ما بيقولوا البناء إذا له عضايد، يعني أي خلل بناحية محددة يعتبر تشوه كبير لللوحة. طيب أستاذ أحمد معلش بعد إذنك نشوف شو جايب لنا معك اليوم، ونحكي اليوم لكل حدا فينا رسالة من خلال عمله من خلال شغله. واليوم حروف من نور أكيد كان لها رسالة، يعني رسالة من حضرتك حبيت توجهها. يعني أعطيني ساعدك نحكي عن الرسالة اليوم، نحكي عن الرسالة اليوم اللي حبيت توصلها من خلال المعرض. رسالتك. الرسالة اللي احنا دائما يعني بنستهدف الجيل الجديد الصاعد، يعني فن الخط هذا فن تراثنا، هذا صحيح تراثنا صحيح تاريخ هذا اليوم. وانا يعني امبارح حكيت انه يعني نحن الخط العربي هو عبارة عن قواعد وعبارة عن روح، يعني بتحسي الحرف العربي روح مثل الإنسان عم يتحرك. يعني صح. أنا شبهتها هلأ الأجانب مثلا عندهم خطوط بس خطوطهم جامدة وقاسية وما عم نعمل فيها لوحات، بل إحنا هذا الفن الخط هذا حكرا نحن العرب وال يعني باعتبار له قواعد وروح، يعني في الخط وهندسة الروحانية كتبت بآلة جسمانية. يعني لما بيتأمل المتلقي الحرف العربي بيبقى عم يعيش معه بتفاصيله بروحه. والخطاط لما بيكتب يعني جاي عن تجارب توارثها من أساسه الخطاطين، يعني بتحسي الحرف عم ينطق في روح، عم في مستويات طالع نازل مد فراغات.
الحروف بقية اللغات كلها ما عندها القواعد، يعني عندها الحرف هو حرف صناعي لو حكينا صف أحرف، أما الحرف العربي اللوحة، ولذلك يعني استقطب الأجانب، يعني الأجانب في فنانين كبار يعني قالوا الفن الخط العربي سواء الفن التشكيلي بجماليته، ولو أنه ما بيعرفوا شو مكتوب باللوحة بس يعجبوا باللوحة وبينبهروا فيها كشكل كشكل. شو رأيك أستاذ أحمد، نحن عم ندردش هيك نعمل شيء على الهواء، يعني تختار لنا جملة شغلة، يعني شو حابب؟ خلينا نحكي بالأول شوي صغير عن أدوات الخطة. هلا نحن يعني بالدول العربية الخط مستهدف من الجميع، يعني وشغلة حلوة، مثل ما الولد الصغير لما بيخلق بيحب الرسم، والخط محبوب للكل، بس الوصول للنتائج بده بقى مقدمات، بده يكون الواحد أهل وبده أستاذ كبير. يعني اللي بده يتعلم الخط أول شيء بيأكل هم إنه المواد، في عنا المواد هي الورق والقلم والحبر، بس بسيطة اليوم المواد متوفرة، هو يعني إذا كان في غلا، يعني إذا كان في غلا وما قدرته يجيب الواحد المواد، ممكن أنا توصلت لطريقة يعني صنعت الحبر بإيدي والقصب قطفته من على كتف النهر والورق عادي، يعني حصلت على موادي بالمجان. برافو، صار مربحك 100%. ما عاد أكلت هم لا تكاليف ولا شيء. يعني شو رأيك عفاف، عندك هواية بالخط لبين الأستاذ هيك أحمد ما حب؟ والله الأستاذ أحمد اليوم يعني لازم هيك يكتب لنا شيء نضل متذكرينه أو هيك نضل حاطينه هون. تحبي هالفيديو؟ يعني عندك تجربة بالخط؟ هلا كلنا هيك لما كنا صغار كنا نتفنن ونعمل هيك نرسم رسومات ونشوف مين خطه احلى، ولحد هلا يعني بنقعد نتفنن بالخط نحاول يكون خطنا كثير حلو ومنمق، اما وقت بنكون مستعجلين ف رشدت حكيم دكتور. تماما اكيد. اليوم استاذ احمد شو بدك تكتب لنا اليوم؟ تفضل، احنا عم ندردش هيك مشان الوقت، يعني اذا في عباره بدك يعني، اذا ما في عباره نحن بنقدم شكر كبير للفضائيه تبعنا، أخبارية مشان يعني هذا أبسط ما يمكن من إهداء الواحد يقدمه ل متشكرك أستاذ أحمد الإعلامية المميزة. شكرا أستاذ أحمد، واجبنا اليوم نحن نضوي على هدول المواد أو الفقرات المهمة اللي نحن بنعتز فيها وبعملها. أكيد. يعني هي اللوحه بكره استاذ سوار رح تضل مرافقتنا هيك على طول، ونحطها هون ديكور بالاستديو. وانت وعم تكتب استاذ سوار؟ تفضلي. نحن هلا حاطين الكاميرا وعم نشوف كل التقنيه يلي عم تكتب فيها، فهون نحن الاخباريه السوريه. هلا هي انا عم بكتبها بخط اسمه كلنا اليوم، نحن كلنا تابعين لهي اول عامل بدعوه التلفزيون، يعني اليوم هيك حب الاستاذ احمد يكون يعني يلم الشمس مثل ما بيقولوا. استاذ احمد وانت عم تكتب هيك يعني خلينا نحكي اكثر اليوم عن الخط العربي، عن جماليته اليوم قد ايه مهم توريثه للاجيال او نقل هي الثقافه للاجيال القادمه. مركز قصة واحدة اليوم الأستاذ أحمد. خذ بس ما شاء الله عنك سريع احنا من الطرائف الخطاط، يعني لما عم يكتب مو مثل الرسام بيخاف يخربط بشيء حاجة. خذ وقتك، يعني احنا أحيانا بيكون الخطاط مثلا المشاهدين هلا عم نشوف بيكون الخطاط عم يستمتع مثلا حاطط كاسة الشاي بيقوم بلك القلم بالشاي بدل ما يلكه بالحبر. عامل صايرة معك قبل هالمرة أستاذ؟ بتصير كثير. بس احنا يعني جواب لسؤال حضرتك، يعني هلا مثل ما حكينا تراث الخط العربي يعني تناقلته اجيال عن اجيال لوصل لنا، ونحن اذا ما حافظنا عليه ونقلنا هالموروث، يعني وخاصه بهالظروف الصعبه هالايام وانتشار التقنيات الحديثه وضعف القراءه والكتابه، يعني قارب على الاندثار. يعني هلا بدنا نشوف نحن اجيال جديده تكتب، والا بصفي فن الخط مشاهده وبس، ما عاد في مين يكتب. صحيح. والخط يعني بيعرفوا الخطاطين كلهم والمهتمين بالخط انه الخط قواعد واسرار، لازم الواحد يكتشف هالاسرار حتى يكتشف الجمال. يعني اذا اجى واحد ما بيعرف بالخط وحطيتي له لوحه مثلا لخطاط مبتدئ ولوحه لخطاط محترف، ما بيقدر يكتشف وين نواحي الجمال، بيقول لك هي حلوه وهي حلوه، بينما اللي بيوصل لمرحله الخبره الحرف اللي احنا بنسمي تشريح الحرف، يعني الحرف الالف قديش بساطته. صحيح. بمر بعده خطوط من بدايته لنهايته، كله هذا مدروس وكله قواعد. اكيد. هلا بدنا نجرب عفاف نكتب انا وياك هلا على الهواء.
بتحسي اليوم يعني في ابداع بالقصه؟ يعني اليوم مثل ما ذكر الاستاذ احمد انه ادواته هو لحاله عم يحاول يامنها من صناعيه، بس ولكن كل خط له نوع ريشه استاذ احمد؟ لا، هلا كثير بيحكوا في خطاطين يعني بزودوها، بيقولوا كل خط له نسبة ميلان محددة وله ريشة. لا، هلا الريشة احنا باللي بيعرفوا بالخط، احنا مقاس الحروف عندنا بالنقطة، لأنه القلم ممكن نستخدمه صغير سماكة ميلي، ممكن يوصل لقلم اللي بيكتب على البنايات بالمتر القلم، ولذلك عندنا مقياس مو بالسنتي أو بالميلي، عندنا بالقلم نفسه بياخذوا نقطة، هذا مقياس الخطوط. صحيح. عم نكتب برنامج صباحنا غير، قد ايه كنا بالمراحل الابتدائيه يا عفاف دائما يكون عندنا بالامتحانات والمذاكره فقره الخط، يعني انه نحن دائما نتدرب، حتى كان يعني وزاره التربيه كانت كثير تضوي على هي الفكره، وكان في اصرار على تعليم الاطفال الخط بشكل صحيح، قد ايش في طلاب رحل علامات بسبب من وراء الخط يعني. تماما، وقد ايه في طلاب كمان بنفس الوقت ابدعوا وطلع منهم هيك شيء حلو. بتذكر كنا نكتب اشياء للذكرى، يعني تضل محفوره للذكرى، مثلا ذكرى دفتر كذا هيك الدفتر. او نعلقها. لا ما عندي دفتر. بس لاحظي انت انه الاستاذ احمد عم يكتب كل جمله بريشه شكل، صح، وبميلان شكل، حتى الريشه مايله بالعرض، ويعني في منها رفيعه وفي منها عريضه. اهداء الإخبارية السورية، برنامج صباحنا غير، اهداء الخطاط احمد سوار. هذا طيب واسمينا وين؟ بتعبوا اهالينا. هلا مثل ما تفضلتي انت، يعني كنا نحن لما كنا صغار من 40 سنه تقريبا، كان المرحله الابتدائيه فيها ماده الخط والكتابه تتذكري، وكانت ضمن الامتحان يعني محفوظات لحاله، كان في اهتمام كبير. نحن ما بنقول هلا ما في اهتمام، هلا في اهتمام اكبر، والمحافظه صار يعني نحن صرنا قدام ظروف صعبه، لازم يعني نشتغل اكثر من اول. بس المشكله الضعف انه ما في مدرسين للخط العربي، يعني المفروض الطالب اللي بده يتعلم الخط يكون استاذ مؤهل، ولذلك في ضعف، ولذلك المنهاج يعني في كثير سعي من وزاره الثقافه انه يرجعوا لو على المرحله الابتدائيه، بس ما في كادر تدريسي يعني كان المدرسين زمان كلهم خطهم حلو، وخاصة أهل العلم وأهل الدين، يعني ملازم تعلم الدين إلا الأطباء أستاذ. هذول لهم لغة خاصة. لغة خاصة. أكيد اليوم 5/11 مع التاريخ، كرمال هيك نوثق هي هذا الإهداء اللي نحن بالخط. صباحنا نحن بالخط يعني غير. نحن بالخط بنشبه النكت اللي بتطلع عليهم بالخط الاطباء، مثل السوريين ما بيشبهوا الحماصنه بيروحون الظريفه وكذا. شو استاذ اليوم اثنين احيانا حماصنه؟ نحن يعني بنحكي على الدكاتره، الدكاتره هن قمه الثقافه والعلم، ولذلك خط سيء. والحماصنه قمه الذكاء والابداع. اليوم انا وعفاف من حمص. ما فيك تعطي اكثر. خلصنا على استاذ احمد، بس واللي حابب هيك تلونا في الوان. استاذ احمد اليوم انت ما بتشعر انه اليوم مهمتكم، اليوم حضرتك عم تدرس خط، يعني اليوم عندك طلاب، عندك كادر، عندك حدا عم بتعلمه، يعني هاي المهمه اليوم اللي احنا فقدناها. عم تقولي اليوم ما في كادر يعلم، بس اليوم انتم موجودين لنقل هي الثقافه. هلا مديريات الثقافه مديريات الثقافه والمراكز الثقافيه يعني عم يشتغلوا عمل جبار، يعني عم يعملوا دورات شبه مجانيه باستمرار، وخاصه للاطفال الصغار والجيل الجديد، وفي يعني كاتر تدريسي من الشباب الصغار. استاذ كمان ما بدنا ننسى انه انت حضرتك عضو لجنه بفرع دمشق لجمعيه مهندسي العماره الداخليه، اليوم يعني بتخلينا نحكي عن نشاطك الجديد انت كعضو فرع، اكيد في نشاطات جديده هلا قادمه على الابواب، خلي هيك كل المشاهدين يستفيدوا من هي النشاطات، شو رح تكون هي؟ نحن يعني لو غيرنا الحديث، نشاطاتنا انا كمهندس ديكور مهندس عماره داخليه، نحن من كم سنة تشكلت جمعية مهندسي العمارة الداخلية، عم نسعى انه حماية هالمهنة ومعادلتها بقية الاختصاصات الهندسية وحمايتها، يعني اليوم بيعرفوا كل زملائنا مهندسين ديكور، يعني في تعدي كبير على المهنة مو بس عنا بسوريا، بكل الدول العربية،
نتيجة تصاهرها مع المهنيين. يعني مثلا بلاط ممكن حرفي صغير ما معه شهادات عم ينافس مهندس ديكور، وأقل كلمة بيحكيها بيقول أنا مهندسين ديكور أنا بعلمون. نحن عم نحاول هالجمعية تنظم عمل الديكور، نرتقي بمستوى الفن الديكور بالبلد، وكمستوى اتحاد فنانين تشكيليين، يعني أنا عضو باتحاد فنانين تشكيليين، كمان اتحادنا الفنانين التشكيليين ما عم يقصر، كمان عم يقدم للفنانين فرص كبيرة ومعارض. أنا انطلاقتي الأولى كانت من الرواق العربي، يعني أول معرض عملته بال 2018. نعم. هاي بدايتي، يعني كنت أنا نظرا للفراغ الكبير أقعد أتمرن طالع كتابات، صار عندي كم لوحة عجبتني تقدمت إنه أعمل معرض، عملت معرض بساط الرواق العربي ومنه كانت الانطلاقة. بعدين تفضلت علينا وزارة الثقافة، مديرية الثقافة هيئوا لي الفرص بالمراكز الثقافية، يعني اليوم كمعارض فردية اليوم هذا رقم امبارح 13 معرض فردي بعمله، وكل معرض عن معرض عم يصير تقدم وفي تطور، يعني أنا عم بستفيد والطاقات يعني عم تطلع، ونحن هالجيل الجديد اكيد عنده طاقات مكنونه وعظيمه بحاجة لدعم ولا اضاءه لدعمكم لدعم اعلامي والمعارض اليوم فرصه. نحن يعني كلياتنا يعني نعم. بهالوطن كلياتنا اسره واحده، وتعاوننا هو اللي عم يوصلنا لهالشيء. اكيد استاذ احمد بدنا نشكر حضورك لليوم، نتمنى لك كل التوفيق، نرجع نبارك لك على هذا المعرض الجميل. الله يبارك فيك. وبانتظار معارض اخرى هيك بتحمل كمان عناوين حلوه، نتمنى اللي ما اجى يعني يجي بسرعه، لانه متى ما نضبوا اللوحات صار صعب رد ينفردوا وينعرضوا بقى. واجبنا نحن نروح نزورك اليوم ونشوف اليوم الاستاذ احمد كيف عامل تنسيق اللوحات داخل المعرض. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك استاذ احمد، واكيد كل التوفيق لحضرتك وكل التحيه اكيد والشكر لجهود وزاره الثقافه وكل الداعمين لهذا المشروع.